بكل صراحة المكتب المسيري استعدوني جن حالة ليود جيش نوقت جيش الاجتماع على أساس أنسى خشوغض ما رأيش عندو شيء وذان مغنية الزمان دوفان دقان الظروف الزمان الفريق الزي صراحة غزات نتمنى الشيء أي واحد مرحلة به يمكن ديوني جن الدعم للفريق وليدة لكن نحاول النيت هكي سنخدم النيت ولكن في غياب الدعم قاري الفريق لا يعقل ذي الإطارة وليتا الحاجة الوحيدة لحد الآن يخدم إيش يمكن سما غانا ذي سي الأمل ذي سوء ذي وعود إن شاء الله هذه في الحل وتفكر ذي سي يوميا وهو السيد عامل الإقليم وانت سما كرة الأقراص بسجيف أقراص الشغل الشاغل أقراص كنقطة هذه حول ما أمكن إن شاء الله هذه شان الموارد الفريق ولكن الدقاء لا يكفي لان الموارد مش حال غادي يجمع الدعم هذا يجمع المهارات مش حال يجمع 10 مليون 20 مليون فقط الفريق ما حنا ديال كسروا ثاني الاول يخصو على الاقل يجمع ميزانيه 300 مليون مروه غتسمعوا من الشركه ما مشيت نعاون غير الفريق المغربي لا يعقل ما يمكنش الفريق هذا اللي غزال شحال ما كان هذه هو لان الاخوان الاعضاء المكتب حرر الله يحسن عاون كون نهار الوعود 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 ارمرمي الوعود ارغث من الدنيا ارمرمي غرغه هو يغسل غندا ارمرمي غرغه كمرغ البطوله مرمي الوعود هذينا وبدوا النداء يتوجه غير جميع الفعاليات سواء الاقليميه الاقتصاديه ديال الاقليم الافناك الشركات الوطنيه المتعدد الشركات غادي تنتظر النظر خمي غادي كيما تزام الاول شي جند تنتظر النظر الشركات حتى الله لما داخلش الاقتصاد اللي ما كتسولش الاقليم النظر واش عباد الله حرام الفريق قوي هذا يعيش بيش أزمة مالية خانقة وذو هذا الهدف لحد الآن العائق الوحيد يمكن هذا عرق المسيرة الفريق وهو العائق المادي الذي تعيش حاليا وقاعد درجة وما يمكنش نقيم درجة يجن إلى ما لا نهاية بالنسبة للجمهور هذا شنو من حقه الجمهور اللاعب رقم 6 ديال كرة السلة الجمهور من حقه غادي يغضب ولكن غاتجي النداء شغال الأمل إن شاء الله بأن الفريق غادي يعذب خويا نزيد نتا غاد حدا عندك تفاهم شنو واحد طن قبر والحمد لله تغطي شنت مثال على ذي المغربي كامل الجمهور النظري تعمر القاعد كذا الشقا غاسكي الشقا غاس ان شاء الله اللي انطلق بحول الله تريها السفت الاتحاد الرياضي البيضاوي انا ربح ذا المقابله لان ان شاء الله مع السفت تغزي الجمهور ذا غيعاون كرة السلق شنو كرة القدم اخر دقيقة الانسان اللي عاون فريق النصر بحول الله نشم جودات نقدية ترتر قطورين الاخوان مستجدات جند الفريق وبحول الله ان شاء الله نهز في ديكوان لانطلاق الفريق بحول الله وشكرا.